هذا وعبر نشطاء ومثقفون بمحافظة أبين عن ترحيبهم وتأييدهم للمرحلة الثانية لعمليات سهام الشرق لتأمين مديريات المحافظة التي تم تحريرها مؤخرا والتي أعلن عن انطلاقها قبل عدة أيام. نحن ندعو إلى كل الشخصيات الاجتماعية والشبابية للالتفاف إلى الحملة الثانية من سهام الشرق، تلك الحملة التي نضع عليها الأمل الكبير بأن تطهر منابع ومستنقعات الإرهاب في أبين. أبين يجب أن تتطهر من كل العناصر الإرهابية. أبناء أبين اليوم بصف واحد وتحت قيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي لاجتذاذ كامل لمنابع الإرهاب، وذلك بدعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستمرار اجتثاث الإرهاب جذريا من كل مديريات محافظة أبين وخاصة مديريات المنطقة الوسطى. نحن في محافظة أبين نرجو من الله عز وجل أن تكون سهام الشرق الثانية فيها الأمل لتفكية الأمن والاستقرار في محافظة أبين وبالذات المنطقة الوسطى الذي اختلت من قبل كثير من الطامعين بتشويه أبين. أولا شهدت الحملة الأولى شيء عظيم وانتصارات عظيمة، حتى إن الإرهابيين الذين وجدوا في محافظة أبين وخاصة المنطقة الوسطى بدأت بتصفيتهم تصفية جيدة، ورغم أننا خسرنا الكثير والكثير من شهدائنا ومن أبنائنا، ولكن اليوم نحن نعول على الحملة الثانية. رسالتنا أيضا لسهام الشرق نقول واصلوا السير، واصلوا المسيرة لاجتثاث كافة الخلايا الإرهابية في محافظة أبين وفي شبوة وفي حضرموت.